بالاقصاء ديال المئات ديال المرشدين هذه العمليه لا ديال الدعم الملكي ولا فيما يتعلق بالتسجيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فكنطالبوا المسؤولين بالتراجع على هذه القرارات الاداريه وهذه الشطط استعمال السلطه والضغط على المرشدين من اجل سحب البطاقه اللي كتعتبر ابتزاز بعد ما تلقينا وعود بالتعديل. وتنحييو الوقفات اللي كاينه اليوم بموازاه مع هذه الوقفه فاس، وكذلك الوقفه الرمزيه اللي كاينه في الرباط امام وزاره السياحه في اطار المطالبه بنفس المطالب: التعديل المرسوم، الدعم اللامشروط، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجميع المرشدين. فإذا كانت المبادره الملكيه الجريئه والتعليمات ديالو الساميه تدعو المسؤولين في هذه البلاد التسجيل ماشي فقط المهنيين وانما استفادات كل المواطنين المغاربه من التغطيه الصحيه ابتداء من السنه المقبله ان شاء الله. فلا يعقل باش الاداره تقصي المئات ديال المرشدين من استفاده من هذا البرنامج ديال التغطيه للجميع. لا يعقل باش الاداره بقرارات ديالها والشطط ديالها في استعمال السلطه تقصي المئات ديال المرشدين والاسر ديالهم من الاستفاده من الدعم الملكي. تحيه للمناضلين والمناضلات جميع المواقع اللي واقفين اليوم في مراكش، في الرباط، في اكادير، فاس، المنادات بالتغيير. واملنا املنا في السده العاليه بالله من بعد المراسلات اللي تدارت جميع الهيئات والمسؤولين، من بعد المراسلات والاتصالات اللي تدارت مع رئاسه الحكومه، تدارت مع وزير الشغل، تدارت السيده وزيره السياحه، املنا في صاحب الجلاله نصره الله. رسالتنا موجهه للسده العاليه بالله، حامي الوطن، حامي المله والدين، لانصاف هذه الفئه، لانصاف المرشدين المعتمدين اللي تشرفوا باعتمادات دائمه في العهد ديال الحسن الثاني طيب الله تراه، ونتشرفوا كذلك بصفة السفير من طرف المغفور الحسن الثاني طيب الله تراه. لا يعقل أن خريجي المعاهد العليا، خريجي الجامعات ذوي كفاءات عالية، يتعرضوا لإهانة